موضوع الاختيار، اختيار شريك الحياه. قبل ما اقول انا محتاجه ان اختار شريك للحياه، انا محتاجه ان انا يبقى عندي منظومه كده في دماغي، ايه هي المواصفات ومين اللي اختاره واللي قلبي يحبه ويعلق لي ويعمل لي كومنت، ولا اللي هو اللي فيه المواصفات اللي الناس بتقولها بس انا مش لاقيه المواصفات دي. طيب ازاي نجمع بين الحاجتين؟ ده اللي هنتعلمه النهارده. اول حاجه في منظومه الزواج، اول حاجه المفروض وانا في مرحله خلاص انا بلغت واكتمل امري واكتمل جسدي بنياني وانا مؤهله حاليا ان يجي لي عريس وهكذا، اعمل ايه؟ الاصل في الموضوع ان انا افهم يعني ايه الاول زواج. انتوا عارفين المشكله اللي بتحصل ايه الايام دي؟ المشكله اللي بتحصل في الجيل الجميل اللي احنا فيه دوت، اولا ما بيبقوش عندهم فكره عن البيت الصح. يقول لك هي متخيله الزواج زوج بيقول لها كل يوم بحبك، كل يوم انت مش عارفه مين، وبعد مش كل يوم لا، ده هي عايزه كل ساعتين او كل اربع ساعات كده زي المضاد الحيوي، كل اربع ساعات بحبك بحبك، وبعدين هنخرج وهنتفسح وهنطير، وبعدين ممكن يعمل لي مفاجاه بقى فيجيب لي حصان بيطير، وبعدين ممكن مش عارفه انا، وبعدين هنتصور ونعمل، وحياه جميله جدا جدا. وهي فعلا يعني لا داير ان تبقى دي الحياه، على فكره انا مش ضد ده خالص، لا داير ان دي تبقى دي الحياه، لكن مش ده المطلوب، او مش ده المفهوم على منظومه الزواج. منظومه الزواج فيها اربع حاجات: موده ورحمه وسكن وعشره بالمعروف. تاني، موده ورحمه وسكن وعشره بالمعروف. في امرين تانيين بيبقوا على المدار ده اسمه الاطر العام للتعامل، اللي هي الاحسان او التعامل بالفضل، ولا تنسوا الفضل بينكم. لكن انا فكرتي الاول عن الزواج ايه؟ ايه بقى وده لازم نتجوز وسنه الحياه وكذا. هل ده يعني ده اللي انت بتبقي مثلا شايفاه؟ ولا انت شايفه الزواج ده حاجه تحفه جدا، وبعدين بقى نجيب اولاد وتبقى حاجه جميله ومش عارفه ايه؟ وهتكلم على النقطه دي، لان مش ده مستهدف الزواج برضه، ده يعني هدف لاحق عليه، او يعني حسنه من الحسنات، يجي اولاد صالحين نعبدهم لله سبحانه وتعالى ويدخلونا جنه وحاجه جميل، لكن مش ده المستهدف على فكره. طيب النقطه برضو الثانيه اللي انا عايزاكم تخلوا بالكم منها، نقطه لا ده انا شايفه الزواج ان هو اتنين بيتجوزوا بعض مختلفين عن بعض، بنحاول نفهم بعض، الحياه مشاركه بيني وبينه، التربيه مشاركه بيني وبينه، وعلى هذا الاساس انا بختار. طبعا يعني انا عايزه اقول لكم ان التلات عيون اللي شافت منظومه الزواج مختلفه، واحده شايفاه على وشها بقى وبتاع وانا مش عايزه اصلا ولسه بدري عليا وانتوا ليه عاملني وانتوا ليه مسويني، وواحده شايفه انه حاجه مهيبره كلها حب ورومانسيه ودباديب وقلوب، واحنا ما يمنعش ان يبقى كده، بس في جزء تاني اللي هي الرؤيه رقم ثلاثة، ان هي شايفه الزواج الزواج مسؤوليه ومشاركه وحياه فيها اخذ وعطاء، فيها الحلو وفيها كذا، انها شخصيات، احنا بنتعامل مع شخصيات مختلفه، شخصيه مختلفه تماما، الزوج لما بيجي ده وحد بيئه مختلفه وناس مختلفه وعالم مختلفه، احنا يعني لما بنيجي نتعامل ازاي نفهمه وبعدين ندير الامر او الموقف، وبعدين التعامل بقى اللي هنحكي عليه دلوقتي.